ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. شرق أبو عريش مظلم تماما من السحب العظيمة، نسأل الله نرى واقعا جميلا معنوا بالخير العظيم. لا إله إلا الله. لا، شوف المنظر هذا، شوف أثار هذه السحابة العظيمة شرق أبو عريش وصولا إلى العارضة. لا إله إلا الله. طبعا السحابة ما شاء الله فاضت منها الأودية بالخيرات. 16 رمضان 1442 يوم الأربعاء. ما شاء الله تبارك الله، أمطار غزيرة شرق محافظة أبو عريش بجازان الآن. لا إله إلا الله، انعدمت الرؤية. شرق أبو عريش منطقة جازان الآن، أمطار غزيرة جدا جدا. لا إله إلا الله. يا الله يا الله يا الله، لك الحمد والشكر يا رب على هذه الخيرات وهذه الرحمات وهذه البركات التي تعيشها أجزاء واسعة من مناطق المملكة العربية السعودية. غزيرة جدا الآن، غزيرة جدا الآن شرق محافظة أبو عريش. إن شاء الله تبارك الله، نعمة الله.